وأخيراً وأخيراً عودت القناة المحبوبة لدى الجماهير، القناة التي طالما أمتعت الجمهور ببرامجها الرياضية سأقدمها لكم، وكذلك التردد الجديد لقناة مصر أم الدنيا. إذن قبل ذلك صلوا على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. أحبائي من القائمة الرئيسية المينيو نختار التركيب، أنا كنت قد حضرت التردد، ثم قائمة تي بي، ثم نضغط على زر إضافة التردد، والتردد 11488 11488. للعلم فقط هذا التردد حزمة عامة، يستطيع كل من في المشرق العربي أو شمال إفريقيا استقطاب هذه القناة، معدل ترميه 27500 والاستقطاب أفقي H. هذا التردد ظهرت عليه قناة الرابعة الرياضية. أيضا التردد 12562 معدل ترميه 27500، هذا التردد حزمة شرقية فقط، لا يغطي حزمة شمال إفريقيا. التردد ينزل معدل الترميز 27500 والاستقطاب عمودي V. هذا التردد تظهر عليه قناة مصر أم الدنيا. مشاهدة طيبة وممتعة لكل أحبائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان من الوطن العربي الحبيب. شكرا لكم على مشاهدتي، دمتم في رعاية الله وحفظه.